احنا بنشكر دكتور كابتن عمرو على المجهود اللي عمله معانا وتعب معانا كتير، واحنا بنكافئه ببطولة ال 2001 وده اللي متعودين عليه، وان شاء الله كل سنة على كده. هو تعب معانا اول السنة دي والجهاز الفني كله تعب معانا، والحمد لله يعني على البطولة اللي خدناها. دكتور عمرو كان دايما يعني واقف جنبنا في كل الماتشات، وكان دايما بيساندنا، كان دايما في كل تمرين مثلا يجي يحفزنا للدوري، مش مثلا ماتش سهل ماتش صعب، كان دايما واقف معانا ويحفزنا للبطولة. هو كابتن خالد، كابتن خالد جد الله، ويعني دايما كانوا بيتكلموا معانا وبيحفزونا للبطولة. طبعا دكتور عمرو ابو المجد تعب معانا نادي، وكابتن خالد جد الله يعني تعبنا كلنا، والحمد لله كان بيقف معانا في كل الماتشات، كان بيدعمنا في الماتشات الصغيرة قبل الماتشات الكبيرة، وبجد كان كل ماتش بيبقى بيساندنا، والحمد لله قدرنا نكافئه بالبطولة وال2000 وال2002. بشكره طبعا المجهود اللي عمله معانا طول الموسم، تعب معانا جدا هو كابتن خالد جد الله، كان موجود معانا في كل ماتش، كان كفاية ان في التمرين كان يجي يتفرج معانا علينا ويعني يحفزنا ويقول لنا كلام يعني خلينا نازلين الماتش، يعني حلمنا ان احنا طبعا نطلع مثلا درجة اولى ونأدي في الماتش الحمد لله. والله احب اشكره طبعا على المجهود اللي عمله معانا ومع بقية الفرق اللي في النادي، يعني بقى لنا الفرقة النادي نفسه بقى له كتير كان في ورطة وفي البطولات والسنة اللي فاتت وكده، والحمد لله هو جه ظبط الدنيا كلها مع الفرق كلها مش معانا احنا بس، وطبعا بالذات معانا احنا كمان، معانا احنا بس كمان مجهوده كان معانا عالي، ويجي يحفزنا قبل كل ماتش بين الشوطين وبعد كل ماتش وفي كل تمرين موجود ومعانا، ويعني كنت تحسه اب لفرقتنا مش 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 مدير قطاع. الحمد لله موسم موفق لجميع الفرق في القطاع. كابتن عمرو طبعا احب اشكره على المجهود اللي بذله معانا طول الموسم، احب اشكره على دعمه المستمر لينا، كان دايما معانا في الماتشات حتى اللي بره النادي، سواء بقى ماتش كبير ماتش صغير كان على طول في ظهرنا، يعني كان معانا على طول في السفريات حتى ماتشات بره القاهره كان على طول دعم لينا، يعني على طول اي حاجه بيقولها ما عمره ما خلف بعد معانا. طبعا بعد اي مكسب في الماتشات بيجي وبيدينا الروح وعلى طول معانا، يعني دايما في كل ماتش بنلاقيه، وهو والكابتن خالد جد الله يعني، فالحمد لله كان بيدعمونا كتير قوي.